مركز باش ما نطلبوش على المجتمع المدني. ربي يشتم لي. فما واحد نهار زرع ورده يا اخي طلعت له ام كلثوم. الله يعلم الله يعلم. قالك فما واحد شرى كهرباء جديدة متطورة ياسر. قالوا له الكهرباء هذه راهي تصلح روحها وحدها. دونك خذاها وشيخ بها يمشي يمشي ضرب الباب اليمين. قامت الكهرباء قالت أيها الباب اليمين أرجع كما كنت. وك الباب تصلح. شيخ الراجل. أما هيك خلينا نجربها هنا في بلاصة أخرى عمل لك وضرب الباب اليسار. قامت الكهرباء قالت أيها الباب اليسار أرجع كما كنت. رجعت كما كان. الباب اللي فيه بلال. حلو لفت لفت عمل لك وشاف قنطرة مقابلته. قال خلينا ننطلق في القنطرة هذه تتكسر وشوفها تعاود ترجع جديدة واللي ويعمل لك ويجري يجري يجري ويطلع فيك القنطرة. قامت الكهرباء قالت أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك يا رضية المرضية وادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. هو فما واحد مشى يوكل في محامي القاه صايم. القاه صايم. شطوا بقى كل تحت في الماء. شوش على واحكم أن الكورة تحكيوا عليها. قال لك فما السيادة نتاع انجلي تلفت ثلاث ليام قلت لهم جيبوا لي جملة فيها فيرب تو بي. يا أخي رفع التلميذ أصبع قلت لها تو بي ربي يا مدام. تو هذي نكتب ربي. زوز ربطت معاك السعدي خضر سبيتار وكذا. زوز أخوه مشيوا للسبيتار. سبيتار سبيت لا نقول لا مشيوا للسبيتار. رقم أنا راش مشيوا للسبيتار بصفة عام. دخلوا للسبيتار عداوا الزوز أخوات فهمني ولا جمعة من زمان واحد من الأخوات براء والآخر جامب. أرجع نقطة خميس جعفر واحد براء والآخر جامب. الله 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 الموضوع فكرتني شو هذا جعفر ايش قولك جربي الجمهور كان ايش قولكم جمهور كان عجبتكم فهمني ولا بدو سلتوا فما لازم تخرج جعفر شو رايك صغير لا حول ولا قوه. قال ثم واحد هو مرته فهمني ولا في التليفون كلمته مرته قالت له الو امان عزيزي جيب البطاطا. قال هو الو امان عزيزي جيب البطاطا. هو قلت له عزيزي تسمع فيا جيب البطاطا معاك. قال هو عزيزي الو جيب البطاطا معاك. قلت له يا اخي علاش تعاود في كلامي. قال هو يا اخي علاش تعاود في كلامي. هو ذا الرجل. قلت له عزيزي انا نحبك برشا يا عمري. قال له قديش من كيلو بطاطا.